بندقية سبرينغفيلد طراز عام 1855، بندقية موسكيت أمريكية صنعت بين عامي 1856 إلى 1860، صنع منها 60,000 بندقية، الوزن 4.1 كيلوغرام، الطول 142 سنتيمتر، العيار 14.7 مليمتر، معدل الطلقات طلقتين إلى 3 دقيقة، السرعة الابتدائية للمقذوف 300 إلى 370 متر بالثانية، المدى المؤثر 180 إلى 270 متر، المدى الأقصى 730 إلى 910 متر.